مشاهدينا، مع ساعات الصيام الطويلة اللي يتقبل من الجميع، كلنا بنعرف انه ممكن يتغير نمط حياتنا وتحديدا الصحي، فلابد من اتباع نظام غذائي متوازن ومعتدل غني بالفيتامينات والمعادن والسوائل المهمة لصحة اجسامنا. واكيد هذا الشيء رشا لازم يكون حتى بعد شهر رمضان، مو بس ايام الشهر الكريم، كرمال يمكن نعود حالنا اكثر على نظام صحي كثير لاجسامنا. ما هون المشكلة هذه، انه نحن نروح للصيام فجأة طبعاً. يعني خلينا نطبق لكل الأشخاص اللي صاموا يمكن كانوا عايشين بنظام غذائي حر صحيح. خلينا نقول بأول يوم رمضان اختلف على أجسامهم، في ناس بينزل ضغطها، ناس بتدوخ، ناس بتصيبها تخمة بعد الفطور بسبب ساعات الصوم الطويلة. هذا الشيء أكيد بيأثر على الجهاز الهضمي، بيأثر على كل أعضاء الجسم. اليوم نحن كيف قادرين نبلش صيامنا بالعادات السليمة الصحيحة ونبتعد عن كل شيء خاطئ، وحتى مثل ما قلت هادي يبقى معنا لبعد صحيح. رمضان هي العادات. معلومات جدا مهمة حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي أخصائية التغذية ديما سلو. مساء صباحك يا ديما ورمضان كريم. مساء صباحك، رمضان كريم. صباح رمضان مبارك على الجميع. رمضان كريم وكل عام وانت بألف خير. عم نحكي عن موضوع كثير مهم، نتمنى الكل أكيد يستفاد ويطبقوا النصائح اللي رح تعطيها لليوم. خلينا نوضح للمشاهدين بداية شو هي العناصر الغذائية اللي عم تكون خاطئة بشهر رمضان المبارك، ونحن يمكن ما عم نقدر نشوف هي العناصر. يعني هي الفكرة انه هي عادات غذائية بتأدي انه نحن منخربط باخذ العناصر الغذائية خلال بعد فترة الافطار والسحور. هلا كثير انا شفت عادات عند الناس، يعني نحن وحوالينا وهيك. اول شيء مثلا بفترة الفطور بيتجه الشخص دغري لشرب سوائل محلات بسكر، سكر صناعي، وبيشربوا بكميات كبيرة. بهذه هي العادة بتسبب ارتفاع بالأنسولين وبتسبب مشاكل أخرى على المدى البعيد. ثاني شغلة مثلا في تناول المخللات والشغلات الأكلات الغنية بالتوابل على فترة الإفطار، وتناول كميات كبيرة من الطعام وأنواع كتير مختلفة. يعني مثلا بتلاقي الوجبات غنية بالبروتين والخضار والدهون والسكريات بكميات كبيرة وأكثر من حاجة الشخص على وجبة الفطور. مثلا كمان المشروبات الغازيه كثير مضره اذا نحن اخذناها مع وجبه الافطار. طيب اليوم ديما اول نهار برمضان، يعني بشكل عام خلينا نقول اي حدا بتلاقيه صايم بيقول لك انا راسي بلش يوجعني، وهذا الشيء طبيعي لانه الجسم مثل ما قلنا ما هو متعود يفوت بهذا النظام الغذائي، وفجاه يعني نحن ما كان في تهيئه له. اليوم كيف قادرين نتخلص من هذا الصداع مع ساعات الصيام الطويله؟ هلا الفكره هي انه تغيير نمط الحياه خلال هذا الشهر، انه الانسان بيكون متعود فيه الصبح يشرب قهوه، يشرب اي نوع كافيين مثلا، اي نوع منبهات متي قهوه شاي اللي هو بيكون متعود على هاي القصه. في الجسم هو عباره عن اله، مثل ما عودتيها بتتعود. فنتيجه هذا التغيير اللي بيصير انه انا بدي فيه الصبح ما اقدر اشرب فنجان القهوه تبعي، ممكن فتره الصيام الطويله اللي هي حوالي 14 ساعه كمان بتاثر على مستويات الانسولين بالجسم. هذا السبب كله، هاي الاشياء بتسبب انه ممكن يصير عند الاشخاص صداع. هلا كيف نحن ممكن نتلافى هي القصه؟ مثلا حسب هو شو السبب اللي عم يسبب الصداع عند الشخص. يعني في حال نقص الكافيين بالجسم ممكن على وجبه السحور اخر شيء قبل ما ينام الشخص ياخذ فنجان قهوه او فنجانين قهوه حسب هو مو متعود جسمه، فهذا الشيء بمده بكافيين خلال النهار بخفف الصداع خلال النهار. كمان الاشخاص اللي بيصير معه هبوط بالسكر بيكون عنده السكر مو كثير يعني مستوياته طبيعيه، فاخر فترات الصيام ممكن يصير في وجع راس شوي بسبب هبوط السكر، مع انه هو مو من الاعراض الاساسيه لهبوط السكر. ممكن كمان ناخذ شغلات فيها تمر او زبيب او شغلات فيها حلاوه على وجبه السحور. قد ايه مهم اليوم نحن ننظم الوجبات خلال شهر رمضان المبارك؟ كيف ممكن ننظم هي الوجبات كرمال ما يصير معنا اي مشاكل اليوم هضميه او صحيه تاثر اليوم علينا وعلى صحتنا خلال الشهر؟ هلا مهم كثير تنظيم الوجبات، لانه هلا فتره المشكله هي فتره النهار، فتره الحركه والنشاط والهي عم يكون ما فيها طعم ما فيها غذاء. الفتره من الافطار للسحور هي فتره كثير صغيره، لانه بده يفطر، بده يتسحر وبده ينام. فضروري كثير تنظيم الوجبات بهي الفتره. اول شيء فتره الافطار اللي حتكون مثلا بوقت الافطار ممكن نقسمها لقسمين، او ممكن دفعه واحده حسب الشخص، حسب هو الشخص ونظامه الغذائي. ممكن ناخذ وجبه على الفطور، وجبه خفيفه على الفطور، وجبه بعد بساعتين،
بينام الشخص بفيق على 3 4 5 بياخذ وجبه السحور. هذا التنظيم كثير مهم. هلا غلط كبير انه نحن نضل ناكل من الفطور للسحور، كثير غلط. وكل ما رحنا واجينا عم ناكل بيعمل تلبك معوي وبيعمل خربطه بعمليات الهضم والامتصاص وبيأثر امتصاص العناصر الغذائيه على بعضها. طيب اكيد اليوم شرب المي جدا مهم خلال الشهر الكريم، هو بشكل عام هي عاده صحيه جدا سليمه واغلبنا ما بيتقيد فيها يعني بالسيستم النظام العادي يعني. فكيف اليوم بشهر رمضان ساعات طويله من الصيام، في بعض الاشخاص بيشربوا مي كثير يعني بيقضوا فتره سحور لاخر لحظه هن عم يشربوا مي، فهذا الشيء اكيد مو صح كمان يعني، بتحملي انه اليوم الكبد كميه اكبر من حاجته يعني. هلا غلط انه نحن نشرب على السحور كميه كبيره من المي، لانه بصير في عندنا اختلال بالشوارد بالجسم، بصير الجسم هلا قد ما اعطيتي مي بصير بيعجل بعمليه الاطراح بالكليتين، بصير بيأسرع بعمليه الاطراح، هذا بيسبب طرح شوارد ومعادن من الجسم، فهي عاده مانا صحيحه ابدا. هلا الشخص لازم يتناول كميه المي المناسبه له، يعني اذا مثلا بالنهار عم ياخذ 1500 ل 2000 كالوري بياخذ لتر ونص ل 2 لتر مي موزعه من الافطار لفتره السحور. حتى على وقت الافطار المفروض ما ناخذ كميات كبيره من المي، كاسه مي بتكفي بنفطر، بعدها بنص ساعه للساعه كمان بناخذ كاسه مي. المفروض ما ناخذ دفعات كبيره، نوزعها خلال هذا الوقت من الافطار للسحور. طيب خلينا نركز اكثر على وجبه الافطار، اليوم يمكن الظروف الماديه صعبه على الكل، وبالتالي مو قدره كل الناس اليوم يعملوا سفره غنيه بالاغذيه بالفيتامينات بالبروتينات، ياخذوا حاجاتهم الاساسيه للجسم، اليوم ضمن الامكانيات المتاحه، شو الاغذيه اللي لازم تكون موجوده اليوم بسفرتنا بوجبه الافطار؟ عطيني السؤال. هلا هي في عنا نحن نظام بدائل غذائية، فأي عنصر موجود بغذاء غالي الثمن هو كمان نفس العنصر موجود بغذاء رخيص الثمن. هاي شغلة كتير حلوة وهي من هبات الطبيعة لنا يعني للإنسان. هلا فترة وجبة الإفطار المفروض نحن نبلش بوجبة الإفطار أول شيء، بس بدنا بناخذ حبة تمر، حبتين، ثلاث حبات لخمسة، مو أكثر من هيك، ويفضل من واحد لثلاثة. بعدين شربنا مي، بعدين بنبلش بنوع من أنواع الشوربات، ممكن شوربة عدس، شوربة خضار، شوربة شعيرية، هي الشوربات يفضل يكون فيها مرق دجاج لأنها هي مغذية. أيوه. بعد الشوربات طبعاً الكميات أنا ما عم بحكي على الكميات هلا يعني. بعد الشوربة بناخذ نوع من أنواع السلطة، أي نوع. تمام. بعدها فينا ناخذ الوجبه الرئيسيه اللي هي ممكن تكون موجوده بالمنزل، نوع من انواع البروتينات ونوع من انواع النشويات. تمام. طيب اليوم في اشخاص عندهم امراض معينه، في عندنا مرض السكري، بتحسي اللي بياخذ انسولين هو دائما بحاله جوع، بيقول لك انا باخذ بس بضل جوعان يعني، وهو حابب يصوم اليوم، خلينا نروح نحن نعطيهم شويه هيك نصائح يقدروا يصوموا وبالنهايه ما ياثر على وضعهم الصحي بغض النظر عن الحاله الصحيه اللي عم بيعانوا منها. هلا الامراض المزمنه اهم نصيحه لهم هي استشاره الطبيب، في حال رغبه المريض انه هو بده يصوم استشارة الطبيب لموضوع توزيع الأدوية خلال النهار. مرضى السكري النمط الأول اللي عم ياخذوا إنسولين، هدول الأشخاص تحديداً بعتقد يعني إنه هن ما بيقدروا يصوموا، لأنه مريض الإنسولين بده ياخذ الوجبة، يعني أخذ وجبة سحور حياخذ إبرة الإنسولين، حينزل السكر لمعدل الطبيعي، خلال فترة الصيام الطويلة ممكن تنزل السكر كمان لمعدلات أقل من الطبيعي. فما بننصح المرضى السكري النوع الاول انه هم يصوموا، ممكن النوع الثاني اللي عم يتناول حبوب بيقلب الادويه اللي عم ياخذها، اللي كان ياخذها على الغداء بياخذها بعد الافطار، اللي عم ياخذها على الفطور بياخذها بعد السحور، ممكن انه هو يصوم. بس هلا الصيام في عده امراض مثلا معينه هو الصيام يعتبر كثير مناسب لها، مثل الاشخاص اللي عندهم دهون حشويه او الاشخاص اللي عندهم دهون على الكبد، او الناس بشكل عام اللي عندها دهون مرتفعه، الصيام كثير بخفف من كميه هي الدهون المتراكمه بالجسم. طيب خلينا نروح لوجبة السحور، اليوم بتلاقي كثير من الأشخاص بتلجأ لا يمكن تغير هي العادة وجبة السحور، بتقول لك إنه أنا بالليل ما بقدر آكل ونام، ممكن تماما بدي نزل وزني، أو ممكن آكل ونام ويصير عندي مشاكل صحية، بس رغم هيك بنسمع إنه كثير إلها فوائد، كيف اليوم نتبع نحن وجبة السحور خفيفة؟ هلا وجبة السحور لها فوائد كثير خلال وقت الصيام، لانها هي بتمد الصائم بعناصر الغذائيه الضروريه للجسم. في اغذيه بتنصحي فيها اليوم بوجبه السحور؟ ايه طبعا. هلا وجبه السحور المفروض ياخذ الشخص حصه لحصتين بروتين وثلاثه لاربع نشويات ونوع من انواع الالياف، هي خضار او فواكه.
خلال وجبة السحور، ما ناخذ شغلات ابدا لا بتعملنا عطش ولا بتعملنا ازعاج بالمعدة او الامعاء. عرفتي كيف؟ هيك مثلا ناخذ سوائل نوع معين من العصائر، عصير برتقال او عصير الليمون، اي نوع من انواع العصائر او عصير التمر الهندي بيعطينا كمان بخفف العطش خلال النهار. اليوم ما كثير في تقيد بالعادات الصحيه، يعني ايضا بجوز اليوم ايضا الوضع الاقتصادي اثر على توفر العناصر الغذائيه، بتنصح اليوم ديما اذا الاشخاص يعني يروحوا للمتممات الغذائيه بعد الافطار؟ هلا هي موضوع المتممات الغذائيه نحن ما فينا ناخذه من حالنا عشوائي. يعني عشوائيا كثير صعب، يعني لا ممكن ما يكون انا عم باخذ كالسيوم يكون ما يكون عندي نقص كالسيوم، زياده الكالسيوم بالجسم خطيره. ما انا شهر رمضان وفي ساعات صوم طويله تماما، يفضل هلا المبالغ بنحطها على المتممات، يفضل المبالغ نحطها لا بالاغذيه وناخذ غذاء متكامل. في عنا نحن العناصر الغذائيه اللي هي موجوده بالخضار والفواكه، هي في عندي كميه هائله من الفيتامينات والمعادن، والتمر يعتبر منجز للفيتامينات والمعادن تمام. فانا بدل ما اخذ متممات غذائيه الا في حال نقص مرضي، مثلا نقص فيتامين د، نقص المغنيسيوم، نقص فيتامينات معينه بتكون ناتجه عن امراض او خربطه بالجهاز الهضمي، او سوء امتصاص مثلا بالجهاز الهضمي، او شويه التهابات بالامعاء او كولون ممكن انها هي تسبب نقص بامتصاص العناصر الغذائيه، فهون ممكن ياخذ الشخص متممات غذائيه مع الافطار. خلال حديثنا مع حضرتك ذكرتي عن الامراض المزمنه اليوم وكيف ممكن اليوم يتبعوا نظام غذائي كرمال ما ياثر عليهم وعلى صحتهم، طب خلينا نحكي عن المراه الحامل كمان يلي حابه عم تصوم بشهر رمضان، قد ايه لازم تتبع انظمه غذائيه معينه كرمال ما يصير اي مشاكل لا على صحتها ولا على صحه الجنين كمان؟ هلا الحامل كمان موضوع حساس ويجب متابعه مع الطبيب واشراف بشكل كل ما كان في عندها مراجعه المفروض تخبر الطبيب انه هي بدها تصوم لحتى تشوف هي التحاليل اللي عملتها. مثلا الحامل بنعرف نحن انه كل فتره في عندها مجموعه من التحاليل اللي بتعملها كل فتره، بدنا نشوف نتائج هي التحاليل بتتناسب مع قدرتها على الصيام او لا، واذا عم تاخذ المتممات الغذائيه او الاشياء الخاصه فيها اللي هي ناقصتها بجسمها. فيما عدا ذلك الحامل ممكن انها هي تصوم، بس لازم تنتبه على موضوع الغذاء، لازم تزيد نسبه البروتين عندها والدهون الصحيه تمام، تاخذ كربوهيدرات من مصادر طبيعيه يعني نوعا ما، وتكون كربوهيدرات صحيه كمان مناسبه لها، بس بنركز على موضوع البروتينات وعلى موضوع الدهون الصحيه مشان بناء الجنين خلال برحم الام. اكيد اليوم معلومات جدا مهمه، يعني احنا اليوم اذا تقيدنا ولو بجزئيه منها احنا بنطلع من الشهر الكريم يعني عندنا عادات صحيه سليمه نكفي فيها فيما بعد الشهر الكريم. ديما بنتشكر حضورك لليوم ورمضان كريم عليك، شكرا لحضرتك. شكرا لكم، رمضان كريم. اكيد رمضان كريم علينا وعليك يا رب. شكرا لك اختصاصيه التغذيه ديما سلوم على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها اليوم. شكرا لكم.